لمزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك يا شريف، والاستعدادات متواصلة لمباراة الإنتاج، لكن النهاردة التدريب الأخير والاستعداد الأخير لمباراة الغد. أبرز ملامح هذا التدريب والقائمة الرئيسية إذا كان الجهاز الفني أعلنها بشكل رسمي، مين موجود في القائمة ومن لم يحالفه التوفيق او رؤيه فنيه للجهاز عشان يريح عشان في مباراه ثانيه بعد 72 ساعه. تمام، خليني اقول لك يا زميلي محمد ان طبعا مستر بايرر وباقي الجهاز يمكن يستعدوا لمباراه الانتاج الحربي غدا في 8 مساء في استاد السلام، يمكن بمحاضرتين فيديو يوم الاحد ويوم الاثنين، يمكن حوالي زي ما تفضلت وقلت النهارده الثلاث. يمكن مستر بايرر فضل ان المستبعدين يكون لهم تمرين في العاشره صباحا، طبعا ابرزهم صالح جمعه، احمد الشيخ، الي ديانج، يمكن نكون ابرز اللاعبين اللي اتمرنوا في العاشره صباحا طبعا مع باقي زملائهم. في الخامسه مساء كان التمرين الرئيسي او قائمه ال 21 لاعب اللي انفرد فيهم النهارده الجهاز الفني بالكامل تحت خياطه طبعا في تمرين يمكن بدات في الخامسه مساء، كان 18 لاعب وثلاث حراس. خليني اقول لك الاول هذه القائمه، يمكن في حراسه المرمى كان محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شهير، وخط الدفاع كان رامي ربيعه وياسر ابراهيم وايمن اشرف واحمد فتحي ومحمود وحيد ومحمد هادي وعلي معلول. في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السليه وحسام عاشور. في خط الوسط المهاجم وليد سليمان، مجدي قفشه، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاييه، صلاح محسن، وليد ازارو، جي لاردو. يمكن دي القائمه ال 21 لاعب اللي اتمرنوا النهارده مع جهاز الاول طبعا النادي الاهلي، ومن بعدهم حضروا منع المباراه. التمرين كان حوالي ساعه بالظبط، يمكن بدا التمرين الخامسه مساء بتمرين خفيف ثم اطالات ثم تمرين في الكره، واختتمها بتقسيمه كبيره. يمكن الراجل كان حريص يحط التشكيله هيلعب فيه بكره مع بعض الجمل التكتيكيه، مع بعض التريكات اللي ممكن نشوفها بكره باذن الله، مع بعض يعني التعليمات اللي كان حريص يوقف فيها تقسيمه وينصح فيها لاعبي النادي الاهلي. بعد انتهاء التمرين اللي استمر ساعه بالتمام والكمال في 6 مساء كان اعلن انتهاء التمرين، اختتم هذا التمرين بشوتنج على الجول لكل لاعبي الفريق. خليني اقول لك كان في جلسه ايضا مع شريف اكرامي ومستر بايرن استمرت حوالي 3 ساعه، يمكن اتكلم فيها شريف اكرامي عن المرحله السابقه، مرحله العلاج اللي كان بيتعالج فيها في المانيا وجاهزيته في الفتره السابقه. يمكن كانت الجلسه حوالي 3 ساعه اتكلم فيها شريف بكل صراحه مع المدير الفني، والمدير الفني قبله برضه ايضا بكل صراحه. الله اعلم كواليس هذه الجلسه ايه، ولكن الوجوه بعد هذه الجلسه كان شريف مبتسم وكان مستر بايرن مبتسم، فتنطم من جماهير النادي الاهلي الامور بتسود يعني بكل احترام وكل ود داخل الجهاز الفني، والكل بيتقبل طبعا قرارات المدير الفني، والكل بيعمل ان بكره باذن الله يكون في فوز على فريق الحرب، الفريق القوي اللي بيقوده جهاز فني اهلاوي وقاده طبعا الكابتن الكبير الكابتن مختار. جميل يا محمد، اتفضل لو في اي استفسار. طيب شريف، انت قلت جزئيه مهمه جدا، قلت المجموعة اللي خارج قائمة المباراة الجهاز الفني حدد لها ميعاد تدريب في الصباح الباكر، والمجموعة اللي هتكون معاه في المعسكر عمل لها تدريب حوالي الساعة 5. مدرسة جديدة أعتقد في وجهة نظر ريني فايلر إن هو يعتمد على المجموعة اللي هتكون معاه في المباراة في تدريب تخصصي لوحدهم عشان ما يكونش العدد كبير معاه في الملعب، صح كده؟ تمام. الراجل مدرسة المدربين اللي ما بيحبوش الزحمة كتير في الملعب، الراجل بيحب يركز على المجموعه اللي هتكون بادئه معاه هذه المباراه او البدلاء اللي هتكون على دكه البدلاء، فبيحب يركز قوي مع ال 18 19 لاعب. فهو لو طبعا بقيه التمرين لو في القايمه كلها بالكامل، قايمه النادي الاهلي موجوده مع قطاع الناشئين الصاعدين 3 4 لعيبه متصاعدين، يبقى هيبقى العدد كبير جدا داخل الملعب وهيضطر يمرن هذا العدد، ولكن هو نظرا للتركيز ونظرا لاهميه المباريات في الفتره الاخيره بيبقى حريص ان هو ياخد ال 18 لاعب بس مع تجانب الثلاث حراس ويركز عليهم في بعض الجمل علشان يبقى محفظهم، يقدر يوقف التمرين، يقدر يصلح اخطاء اللعيبه اول باول، يبدا يعمل التريكات اللي بقى عاوز يعملها في المباريات. الراجل عمل ما عملهاش اول مره، الراجل من معسكرات يمكن عملها في كانو سبورت، الناس المستبعده كان بيقرنها الصبح في فيرينيا، عملها في مباراه الزمالك، عملها في مباراه سموحه، هو من هذه المدرسه بنحترم وجهه نظره والى الان هو ناجح في هذه الجزئيه اللي شغال عليها مستر فايكر. طيب جزئيه ثانيه يا شريف، هل سالت فكره انه يكون موجود مصطفى شوبير مع الشناوي اكرامي، تواجد حراس من الشباب والصاعدين يكونوا موجودين ستيب باي ستيب مرحله مرحله مع الفريق الاول
ويكون في مبادله في مركز الحارس البديل، ولا وجهه نظر حراسه المرمى او الجهاز الفني في هذه المساله، او علي لطفي لا قدر ممكن يكون في اصابه ولا ايه، عشان بس الجمهور يبقى عارف. علي لطفي يتمرن في العاشره صباحا مع المجموعه. الراجل بيحاول يشوف الحراس الصغيرين، عنده اثنين حراس مواليد 2000، مصطفى شبير واحمد طارق، بيتمرنوا مع علي لطفي، بيتمرنوا مع محمد الشناوي، مع شريف اكرامي. الراجل بيحاول يعرف قدرات اللاعبين امام عينه، وش طبعا بيبص على السكاوتنج اللي كان مكتوب قبل كده، هو شاف الفيديوهات قبل كده، ولكن هو بيبقى حريص في الفتره الاخيره يشوف اللاعبين بعينه داخل الملعب، اذا كان في تمرينه او في مباريات رسميه. فطبعا من طبع مستفايرا في الفتره الاخيره ان هو لازم هتلاقي مصطفى شبير في فتره من الفترات، هتلاقي احمد طارق في فتره من الفترات زي ما كان موجود، علي لطفي زي ما كان موجود، شريف اكرامي زي طبعا ما هو بيحرص عليه النادي الاهلي محمد الشناوي، عشان الراجل بيتعرف بنفسه على قدرات لاعبيه علشان يقدر الفتره المقبله يثبت تشكيله ويثبت الاحتياط ويكمل بقى بقيه الموسم باذن الله. باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. في اي حاجه اضافيه تحب تقولها يا شريف؟ بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، النهارده الراجل ركز على مجموعه معينه، الراجل النهارده لو اللعيبه باذن الله نفذت كل اللي قاله النهارده في تمرين النهارده باذن الله، بكره باذن الله بس يكون تكون مع لعيبه النادي الاهلي، وهتلاقي باذن الله بكره الفوز الخامس باذن الله على التوالي باذن الله باذن الله باذن الله. حاجه اخيره يا شريف، مع يعني انت وانت معايا قدامي دلوقتي لقطات على الشاشه، كان علي معلول ومعاه ابنه كريم، وكان طبعا ابنه كان تعبان شويه الفتره الاخيره، وكان الموضوع ده مؤثر على علي نفسيا في فتره من الفترات، طبعا الكلام ده من فتره طويله، لكن علي دلوقتي بقى موجود في التمرين، وشايفين حتى ابنه كريم بقى موجود دايما معاه في التدريبات. الامور الحمد لله اصبحت كويسه، الامور جيده بالنسبه لعلي معلول حتى نفسيا، وابنه الحمد لله اطمنا عليه بقى موجود معاه في الفتره الاخيره. تمام، من حوالي 4 5 ايام كان فعلا بالفعل علي موجود هو وزوجته وكريم، وكان حريص ينزل ويلعب معاه الكوره في ارض الملعب قبل بدايه المران، كان حريص اجاهيه يهزر مع كريم كتير، اجاهيه ده مخيف جدا مع لاعبي النادي الاهلي ومع عصاره، ومع اجاهيه بيتكلم عربي مكسر كده هو، فده مخيف جدا، فكان في واسطه يعني هزار ما بين اجاهيه وبين علي معلول. لا الحمد لله كريم، كريم علي معلول طبعا الحمد لله كريم صحته كويسه، الحمد لله كريم بخير، وعلي بيحاول كل فتره كده يجيبه مع النادي الاهلي هو وزوجته علشان ياخدوا على الاجواء المصريه، ويقرب علي ويقرب كريم من الاجواء المصريه اللي علي معلول سعيد بيها جدا، وبيقول انا بعيش احسن ايامي او احسن فترات حياتي في داخل النادي الاهلي وفي مصر كمان. بالتاكيد يا شريف بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب خلال المرحله القادمه.